حدث في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب أن دخل رجل بجمله إلى أرض زراعية، فأكل الجمل من الزرع دون إذن صاحبه. أستغفر الله العظيم. يا رجل، من أنت؟ وماذا تفعل في أرضي؟ كما ترى، الجمل جائع وأوشك على الانتهاء من الأكل. من سمح لك بأن تطعمه من زرعي؟ يا أخي، لك ثواب كبير لقاء ما يأكله الجمل من هذا الزرع الرخيص، ولك جزاء الخزي لقاء ما أكله جملك دون استئذان صاحبه. خذ جملك هذا وارحل من هنا. لا تضربه أيها الأحمق. أحمق؟ تدخل أرضي وتأكل من زرعي ثم تسبني؟ قلت لك ارحل أنت وجملك. أتضربني أنا أيضا؟ نعم. أيها المجنون، والله لن أتركك حتى تدفع ثمن ما فعلته بي. بل ستدفع أنت الثمن. خذ. ماذا فعلت بالرجل؟ يجب أن أهرب. هرب زيد بعد أن قتل صاحب الأرض، ولكن رآه رجل التفت بعينه إلى جثة القتيل ونظر بعينه الأخرى إلى القاتل. استطاع إخوة القتيل أن يمسكوا القاتل، ثم ذهبوا به إلى المدينة المنورة. وحضر المحاكمة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبا ذر الغفاري. ما الخطب؟ رجل من البادية قتل صاحب أرض من مدينتنا. يا سبحان الله، أرواح تزهق هباء. اللهم أجرنا من الشيطان ومن عمل الشيطان. أيها الرجل، هل قتلت أخاهم؟ نعم أيها القاضي، ولكني قتلته دون قصد، كنت فقط أريد الدفاع عن نفسي. أنت قاتل في الحالتين، النفس بالنفس، ومن قتل يقتل، إلا أن يعفو عنك أهل القتيل أو يقبلوا الدية. لا والله، لن نعفو عن قاتل أخينا ولن نقبل الدية. الدم بالدم. أيها القاضي، لي زوجة مريضة وعيال صغار ضعفاء، أناشدك الله أن تتركني أذهب إليهم أودعهم قبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولي مال عند شريك لي في تجارتي، دعني أخذ المال منه وأعطيه لزوجتي تنفق منه على عيالي بعد أن تنفذ في حكم الله. تريد أن تهرب؟ لا والله، سأعود في الموعد المحدد لتنفيذ الحكم. أيها القاضي، إنه يكذب، لا تتركه يهرب. لن أسمح لك بالرحيل إلا أن يكفلك أحد المسلمين. أيها الناس، هل منكم أحد يكفل هذا الرجل؟ لو لم يكفله أحد لأمرت بقتله في الحال. يبدو أن أحداً منكم لن يجرؤ على أن يكفله. كيف نكفله ونحن لا نعرفه؟ وماذا لو عاد إلى بلده ولم يرجع إلينا؟ ساعتها يقتل الكفيل بدلاً منه. نعم، هو ما قلتما. إذن لا بد من القصاص، ولذلك أمرنا بقتل. لا يا سيدي القاضي. ماذا؟ سيدي القاضي، أنا أكفل هذا الرجل. كيف يا أبا ذر وأنت لا تعرفه؟ هو أخي في الإسلام، شعرت بصدقه في حديثه، وأعتقد أنه فعلا لم يقصد القتل، وإنما كان يدافع عن نفسه، فلا ثأر ولا سابق عداء بينه وبين القتيل. نعم، هذا ما أكده إخوته أنفسهم. لذلك سأكفله حتى يعود إلى زوجته وأولاده ويرتب أموره ويستعد لفراقهم. علي أن أحذرك يا أبا ذر، ستقتل بدلا من هذا الرجل
لو لم يعد في موعد تنفيذ الحكم بعد غد عند أذان العصر. مأزق، مصيبة. ساعدني يا رب. سأكفله سيدي القاضي، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. حمدا لله. يخاطر بحياته. غريب أمر هذا الرجل. إذن نمهل الرجل يومين اثنين، ثم ننفذ فيه حكم القصاص بعد غد عند أذان العصر، فإن لم يعد نفذنا حكم القتل في كفيله أبي ذر الغفاري. أبا ذر، لن أنسى لك مروءتك وأشكرك على ما صنعت في من معروف. الشكر لله يا أخي، أما أنا فأطلب منك شيئاً واحداً قبل أن تعود إلى قبيلتك. أطلب ما شئت فأنت مجاب. عد في الموعد المحدد وإلا. اطمئن، حتماً سأعود. هذا عهد بيني وبينك، الله شاهد عليه. نعم، الله شاهد عليه. عاد زيد إلى بيته وحكى لزوجته ما حدث، وظل يفكر في حكم الإعدام الذي كان في انتظاره بالمدينة. اسمع يا زيد، لنهرب الليلة قبل أن يصلوا إليك ثانية. ماذا تقولين؟ ساعتها سيقتلون أبا ذر الغفاري بدلاً مني. لن يجرؤوا على قتلي، إنه صحابي جليل ويعلمون أنه غير مذنب. ولكنه كفلني وضمنني، وهكذا العرف، يقتل الكفيل إذا هرب المدان. يا زيد، أنت محظوظ لأن الذي كفلك رجل في قدر أبي ذر، لن يستطيع أحد أن يمسه بسوء، وأمير المؤمنين بنفسه سيتدخل لحمايته. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تنجو بها من القتل، وينجو أولادك من اليتم. تعلم أني مريضة، فإذا قتلوك مت أنا بعدك، وتيتم أولادنا وتشردوا. أعوذ بالله، ولكني أعطيت عهداً لأبي ذر الغفاري. قلت لك لن يقتلوه. هيا هيا يا زيد، هيا قبل أن يأتي الموعد ويحضروا إلى هنا ويمسكوا بك. هيا. في الموعد المحدد كان السياف في انتظار زيد، وكان في انتظاره أيضاً أبو ذر الغفاري وإخوة القتيل وعدد من المسلمين ليشهدوا تنفيذ الحكم. سيدي القاضي، اقترب أذان العصر والقاتل لم يحضر. ما كان لك أيها القاضي أن تطلق سراح هذا المجرم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خدعنا الكاذب. لقد حذرتك يا أبا ذر من أن تكفل رجلا لا تعرفه، ولكنه عاهدني على العودة وأشهدنا الله على هذا. يا أبا ذر، كيف لمجرم مثل هذا أن يفي بعهده معك؟ والله ما شعرت أنه مجرم، وما ندمت على كفالتي له. حتى الآن سيؤذن العصر حالاً والرجل لم يعد. ربما لاقى في الطريق ما أخره عن العودة في الموعد المحدد. أبا ذر، كيف تلتمس له الأعذار بعد كل ما صنعه معنا ومعك؟ اعترف يا أبا ذر، لقد تسرعت في كفالته وستدفع حياتك ثمناً لهذا التسرع. والله ما ندمت على خير فعلته أبداً، وحتى وإن قتلتموني بدلاً منه فإني ألقى الله غير نادم ولا متحسر. لو كان الأمر بيدي لعفوت عنك، ولكني أنفذ فيك شرع الله. خذوا أبا ذر إلى السياف. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها القاضي،
انتظر، لقد عدت. صدق الرجل، سبحان الله. ها أنا ذا أيها القاضي، دعهم يتركوا أبا ذر وينفذوا في شرع الله. أيها الرجل، لقد ظننا أنك هربت، فما حملك على العودة وجرأك على الموت؟ العهد الذي أخذه علي أبو ذر وجعلنا الله عليه شهيدا، خشيت أن أهرب ولا أعود فيقال ذهب الوفاء من الناس. وأنت يا أبا ذر، ما الذي حملك على كفالته؟ والله خشيت ألا يجد أحدا يكفله فيقال ذهب الخير من الناس. أيها القاضي، لقد عفونا عن هذا الرجل. ماذا؟ غريب، ما الذي حملكم على أن تعفوا عنه بعد أن كنتم مصرين على القصاص منه؟ خشينا أن يقال ذهب العفو من الناس. الله أكبر، الله